بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم عن البريك بوينت الثالثة اللي هي كانت خاصة باللارج بريك بوينت. طيب أنا عملت رو ورحت كتب فيه الكلاس كذا وحطت فيه لارج 12 كولومز. لو أنا عملت ريفرش يا جماعة البراوزر تبعي هتلاقوا إن القيمة الأخيرة الـ 12 ديت هي القيمة المميزة بتاعتي، طبعا مفيش فرق ما بينها لأن الافتراضي فيها إنها تتملي على الـ 12 عمود. هتبان إمتى؟ هتبان لما أنت تبتدي تصعب الأمور شوية أو تبتدي تركبها مع قيم مع قيمة تانية، تمام؟ طب جميل، إيه رأيكم طيب نركب اللارج مع الميديم؟ يعني إيه؟ يعني مثلا هناخد المثال اللي فوق ده، تمام؟ هناخده الكوبي وننزل نحطه تحت. اوكي، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقول له والله في اللارج سكرين عند البريك بوينت بتاع اللارج اقسم لي التصميم على 6 و6، صح الكلام؟ ناخده كوبي تحت بيست. يعني انا لما بكون في البريك بوينت بتاع اللارج يعني من نقطه معينه وانت وفوق خلي لي التصميم 6 و6. طيب عند التصميم بتاع ميديام، عند الميديام خلي لي التصميم مثلا 8 و4، تمام؟ اوكي، يعني وقت ما يوصل للبريك بوينت بتاعت ميديم اللي هي مثلا هنقول عليها الشاشات اللي هي كانت خاصه بالتابلتس هيخلي لي التصميم بتاعي 8 و4. خلونا نعمل كنترول اس كده وهنسمي ديت يا جماعه مثلا اي حاجه، هنخليها زي ما هي كده، تمام؟ ادي كنترول اس، وانا هنركز على مساحه التصميم بتاعتنا، نكبرها شويه ونبتدي نعمل ريلود كده. هو كده مش واجع في دايره، كده مش واجع في دايره رانج لارج، كده واجع في دايره مين؟ ميديم، بدليل ادي 8 وكده في لارج، تمام؟ لا انا اصغرها شويه، بدليل اثباتك على ان هو مش في ميديم، ادي 8 ولا 4. لو انا اظهرت الجريد ادي معايا، ادي اهو 1 2 3 4 5 6 7 8، فدولت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 ودولت 1 2 3 4، متفقين يا جماعه؟ اوكي، طب لما اوصل لدايره لارج هلاقي التصميم بتاعي يبقى ايه؟ ال 8 ال 6 وال 6. طب لو انا عديت، انا مش محدد دلوقتي، هل انا محدد حاجه للسمول؟ لا مش محدد حاجه للسمول، فلو لو دخلت في دايره السمول ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الاثنين في السمول يبقوا ال 12 اكزاكتلي يا جماعه. طالما انا مش محدد يبقى في السمول بتاعي راح تبقى كام؟ الاسمول بتاعي راح تبقى 12 و12، وانا ممكن لو حددت اخليها برينج معين، سي منطقي. ممكن تقول والله سمول لما توصل للرينج بتاع السمول، المفروض انك تكتب جوه طبعا، لما توصل للرينج بتاع السمول خلي لي التصميم بتاعي على 12، يعني افرد لي القصه ديت على 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 ال 12 عمود كلهم مثلا، لو انت كنت عايز كده، وده الافتراضي فاهمني؟ يعني ادي سمول داش 12، ساعتها انت مش هتشوف فرق ما بين الكلام ده وما بين الواقع، لان هو كده كده في الافتراضي راح يفرد لك كل واحد فيهم على ال 12، بس لو انت حسبتها برنج معين ممكن تغير، يعني ساعتها ممكن تخلي لي ده 4 مثلا وديت 8، ساعتها انت بتبتدي تختار سبيسيفيك تصميم معين خاص بيك انت وانت بس. يبقى في الشاشات الصغيره، لا انا مش عايز القصه دي، في الشاشات الصغيره انا عايز اللي الاولاني يبقى 4 والثاني يبقى 8، وقت ما اعدي الرينج ده انا في الرينج بتاع ده انا كده في الرينج بتاع ميديان، عشان كده بص هتلاقي ان ده 6 وده بيجي معرفش كام. طب لو وقت ما تعدي التصميم بتاعك اللارج تلاقيه بيجي 6 و6، فانت كده ايه؟ عملت تفصيله جميله شويه، انت كده مريت بالثلاثه مع بعض، لكن مش شرط انت تمر بالثلاثه، مش شرط. طيب ادينا مثال جميل خالص، خلينا ناخد الرينج المثال ده يا شباب وهنستخدمه في ان احنا نعمل انتقال ما بين لارج وسمول على طول، فاهمني؟ يعني انا مش هكتب ميديم، والناس اللي مركزه معايا تلاقيني الكود بتاعي ممكن يكون الامر مش يعني للناس اللي بتشوف الكود مش مجري، ايه لارج 6 وكولومنز وسمول المساله كلها عباره عن كيوردات يا جماعه، دي اسامي كلاسز، مش مشكله انا كان فين بالظبط، مش مشكله ان انا احط كول اوت واليرت، ممكن احط اليرت جاب لي كول اوت، المهم الكلاس ده وقت ما يكون موجود في كفاريبل او اسف يا ربي كقيمه للخاصيه كلاس طبق لي الستايلز او الفلاتر اللي موجوده فيه، فاهمني؟ فمش مشكله الكولومز في الاول في الاخر في النص، اعمل اللي انت عايزه. المهم طيب اوكي، انا بقول له في اللارج من اللارج 6 و6 فاهمني؟ بعدين في السمول 4 و8، ايه اللي هيحصل؟ خلوني اروح واعمل ريفرش كده واعمل ريلود، شايفين؟ ده كده 6 و6.
وانت ماشي 6 و6، وقت ما توصل ل اه كده الوضع اتغير، انت عديت من اللارج، يعني انت كده كنت لارج 6 و6، وقت ما تنزل عن قيمة اللارج انت كده دخلت في السمول، لان انت مش، رغم انت مش في السمول بس انت مش محدد له قيمة للميديم، عشان كده وقت ما البريك بوينت بتاع السمول بتاع اللارج خلاص دخلك على طول على السمول. يا شباب متفقين؟ ديت النقطة اللي احنا حبينا نوصلها بخصوص اللارج بريك بوينت. يا رب يكون المعنى واضح. يعني انت حاول تستكشف الموضوع كده وتجربه مرة واثنين وثلاثة، وان شاء الله باذن الله مع التطبيق الوضع هيبقى اسهل كتير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.